السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومساء جديد نتواصل فيه معكم في تغطية الأحداث الرياضية في الساحة الرياضية يوميا في برنامج كورة على روتانا خليجية. البداية كما عودناكم دائما مع العناوين. اللجنة الأولمبية السعودية تبتعث المدربين الوطنيين للخارج، والنصر ينتظر موافقة الفيفا للتعاقد مع تابوردا. الشباب يغلق أبوابه من أجل الهلال، وزلاتكو يريح لاعبيه قبل استئناف الإعداد لموقعة الاثنين. الأهلي يترقب التشخيص النهائي لإصابة الحوسني، وفارق النقاط الأربع يشعل صراع القمة في زين. عبدالله القحطاني يكشف أخطاء صافرة الجولة 19، وأجانب الفتح يصنعون الفارق على خارطة النموذج. أهلا بكم متابعينا الكرام في هذه الحلقة. اليوم بالأمس انتهت الجولة 19 واختتمت بمباراتين بين الاتحاد والأهلي والهلال والشعلة، والكثير من المباريات التي جرت أيضا قبل ليلة البارحة. فيها الكثير من الأمور سواء فنية أو خارج الملعب أو تغيير في لعبة الكراسي أو أمور تحكيمية. نسعد بضيوفنا في هذا المساء، معي هنا في هذا الاستوديو أستاذ عبد الله القحطاني محلل التحكيمي لبرنامج كورة، أهلا وسهلا بك. الله يحييك، وسعيد أني ألتقي بك يعني في الأوقات اللي أنت تكون موجود فيها بالبرنامج، وإن شاء الله ننتظر عودة أخونا تركي إن شاء الله بالسلامة. في شيء عودته بالسلامة، لأنه رايح مكان بعد، لأنه أمس طلع كلام كثير أن تركي تعبان. لا يربطونا الحين بكلام عودته بالسلامة، نريح الجمهور أن تركي بخير، فقط فترة راحة وانشغال بأمر لمدة 4 أيام. في أمور مولعة في هالحلقة. والله يعني دائما احنا يمكن في هالبرنامج تبنينا يمكن الجانب التثقيفي التحكيمي اكثر من تصيد اخطاء او يعني من عدمها على الحكام. اكيد ان هناك يعني قرارات كانت صائبه وجيده، ومن ضمنها يعني يمكن المباراه المهمه اللي كانت اللي هي الاهلي والاتحاد وبقياده سعوديه، وهذا يمكن اكبر رد على كل المشككين وكل الأصوات اللي تنادي للأسف بإسقاط الحكم السعودي وليس بدعمه. يعني أيضا من جدة أرحب بالكاتب والناقد الرياضي الأستاذ علي الزهراني، أهلا وسهلا بك أخوي علي. الله يسلمك أخوي محمد، أمسي عليك ومسي على الأستاذ والكابتن عبد الله وعلى المشاهدين الكرام. بإذن الله ننطلق في هذه الحلقة، وقبل الانطلاقة نحن من سيسدد الأخبار في كل اتجاه؟ شوت. اعتمدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية تفعيل برامج تطوير المدربين الوطنيين في مختلف الألعاب وابتعاث عدد منهم للولايات المتحدة الأمريكية، حيث عملت خلال الفترة الماضية على تفعيل هذه البرامج بتدريب المدربين للفترة المقبلة من 2013 حتى سنة 2016، حيث سيتم تنظيم عدد من الدورات المخصصة للمدربين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكل لعبة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والتضامن الأولمبي. كما تم اعتماد الدورة التدريبية المتقدمة لأفضل مدربين حول العالم، والتي سيتم عقدها في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع جامعة ديلور واللجنة الأولمبية الأمريكية. طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم من إدارة نادي النصر تكملة الملف الخاص بإصابة الإكوادوري أيوفي، والتي يطلب فيها النصر أخذ الموافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتسجيل اللاعب الجديد الذي سيحل بديلا للإكوادوري أيوفي. وينتظر أن يكمل النصر أوراقه الرسمية خلال 24 ساعة القادمة، والتي سيرسلها الاتحاد السعودي إلى الفيفا على أن يستغرق الرد من الاتحاد الدولي على طلب النصر من 2 إلى 7 أيام. وعلى صعيد متصل، اتفقت إدارة نادي النصر مبدئيا مع اللاعب الأورغوياني سبستيان تابوردا إلى حين وصول موافقة الفيفا للتوقيع بشكل نهائي، وذلك رغبة من مدرب النصر الأورغوياني كارينيو الذي رشح انضمام اللاعب إلى صفوف النصر. منح الكرواتي زلاتكو المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم اللاعبين المشاركين في لقاء الأمس أمام الشعلة راح اليوم الجمعة من التدريبات،
بعد أن خضعوا لتدريب استرجاعي بعد المباراة بإشراف مدرب اللياقة عبد اللطيف الحسيني على أن يعاود اللاعبين تدريباتهم يوم غد السبت استعدادا لملاقاة مضيفه الشباب يوم الاثنين القادم ضمن الجولة 20 من دوري زين السعودي للمحترفين. وسيكون الميران مغلقا أمام الجماهير ووسائل الإعلام. وعلى صعيد متصل أكمل الثلاثي نواف العابد ورضوان الموسى وسالم الدوسري مساء اليوم الجمعة برامجهم التأهيلية واللياقية المعدة لهم مسبقا، فيما أدى سلطان البيشي مرانا لياقيا نظرا لتعرضه لإنفلونزا منعته من المشاركة في لقاء الشعلة الماضي. يجري غدا العماني عماد الحسن المحترف في صفوف فريق الأهلي فحوصات طبية للكشف عن الإصابة التي لحقت به في لقاء الأمس أمام الاتحاد، والتي خرج على إثرها متأثرا بالآلام في مفصل القدم، وذلك لتحديد مدى فترة العلاج من أجل العودة للتدريبات الجماعية إلى جانب زملائه اللاعبين. وعلى صعيد متصل منح تشيكي جارولي مدرب الأهلي راحة للاعبيه من ميران اليوم بعد لقاء الأمس أمام الاتحاد على أن تعود التدريبات يوم غد السبت استعدادا للجولة 20 من دوري زين السعودي للمحترفين. قرر الجهاز الفني بنادي الشباب إغلاق تدريبات فريقه الأول لكرة القدم ابتداء من الغد أمام الجماهير ووسائل الإعلام، وذلك استعدادا لتطبيق التكتيك الذي سيخوض به الشباب لقاء الهلال يوم الاثنين القادم ضمن مباريات الجولة 20 من دوري زين السعودي للمحترفين. وعلى صعيد متصل تمكن نايف القاضي من المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية بعد إكمال برنامجه اللياقي، فيما تواجد حسن معاذ في العيادة الطبية لشعوره بآلام بسيطة في العضلة الخلفية. ولا يزال الثلاثي المصاب عبد المجيد الرويلي وهادي يحيى ووليد عبد الله يواصلون برنامجهم التأهيلي واللياقي باللف حول الملعب. هذه كانت إذن أخبار شوت اللي سنتحدث عنها بالتأكيد مع ضيوفنا الكرام وأيضا أخبار الصحافة فيما اختاره ضيوفنا الكرام. لكن قبل أن نبدأ بهذه الأخبار وقبل أن نبدأ مع علي، خلي معك برجع شوي لخبر في ليلة البارحة كان فيه نقاش عن بعض المقالات. بسألك بس هذا لا تسهب فيه كثيرا بما أنك في هذا المجال، الضجة اللي حدثت في اختيار الحكم النهائي، موضوع النهائي الحكم الأجنبي والضجة اللي حدثت ثم رست في الأخير إلى على الحكم الأجنبي، فقط أريد بما أنك تعيش هذا الموضوع نقطتين، تأثيرها على الحكم المحلي، والبعض قال لو أصر الاتحاد السعودي على قراره كيف بيدخل الحكم بعد هاللي صار قبل المباراة قبل أن تبدأ، يعني بأربعة أيام كل هذه الضجة، أنا كحكم حتى لو أثق في نفسي كيف بدخل إلى مثل هالمعمعة؟ أول شيء المفترض من أي حكم في العالم إنه هيئ نفسه لكل الأجواء. العمل في الحلقة عبد الله منه وفينا نقول لا ينتظر إذا اليوم. طيب نرجع لل خلونا ناخذ يقولون بنسهب في هذا الموضوع عشانك يعني في الحلقة، خلني أخذ معاك أخبار شوت، خلني أخذ معاك المدربين الوطنيين في البداية قبل ما ناخذ التحكيم وموضوع التحكيم وهذا الموضوع تحديدا. مدربين وطنيين يذهبون إلى أمريكا إلى الولايات المتحدة تعاون مع جامعة وأيضا اللجنة الأولمبية الأمريكية، هذه بداية عمل اللجنة الأولمبية لتصدير الفكر ليتطور في الخارج ثم يعود علينا بالفائدة. طبعا اللجنة الأولمبية اللي هي متبنية الموضوع اللجنة الأولمبية السعودية. طيب والاتحاد السعودي لكرة القدم ربما هل يعني إذا هذا يخضع شو اعتمدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية تفعيل برامج تطوير المدربين الوطنيين في مختلف الألعاب ليس في كرة القدم. طيب هي الموضوع ناخذ على الألعاب المختلفة تتبع اللجنة الأولمبية، جميع الألعاب تتبع اللجنة الأولمبية باقي الألعاب كمنظومة كل شيء اعتمدت في مختلف الألعاب وابتعاث عدد منهم للولايات المتحدة. ممتاز، إذا هذا التوجه وهذا بداية لتفعيل يعني اللجنة الأولمبية في ثوبها الجديد وبعد حضور الأمين العام لها الجديد، فنقول أنها إن شاء الله خطوة مبشرة. ولكن الأهم من ذلك ما هو دور الاتحاد السعودي لكرة القدم في تأهيل مدربينه؟ إذا ما رأينا أن لعبة كرة القدم لدينا هي من يحتل المراكز الأولى في الاهتمام وفي الأهمية وفي كل شيء، فأين دور الاتحاد السعودي لكرة القدم على الأقل فيما يخص مدربي كرة القدم؟ أنا أتمنى أن يصير هناك تعاون مشترك ما بين الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الأولمبية، ويكون هناك يعني زي ما تقول تقاسم للحمل بينهما على الأقل خلال الأربع سنوات اللي الفترة الرئاسية هذه ننتهي
بانتهائها إلى نخبة من المدربين السعوديين الذي يشار إليهم بالبنان، على الرغم من أنهم موجودين ولكن لم يجدوا هذه الحظوظ. لكن أجدها خطوة موفقة من اللجنة الأولمبية، وأجد يعني أنه يعني نتائج لهذا الثوب الجديد اللي يعني أخذته اللجنة أو لبسته من الفترة الأخيرة بتفرغ الأمير نواف لها، وكذلك وجود الأمين العام محمد المسحل فيها، وهو يعني مر في تجربة جيدة مع المنتخبات. نتمنى أنه هذه بداية تفعيل لهذه الأشياء. جميل زميل علي، بالنسبة لهذه الخطوة أيضا يعني فيها خطوتين، فيها ابتعاث بعض المدربين للولايات المتحدة، وفي الجانب الآخر أيضا اللي هو تنظيم عدد من الدورات المخصصة للمدربين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكل لعبة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والتضامن الأولمبي. أعتقد محمد أنها خطوة يعني موفقة تقدم عليها اللجنة السعودية الأولمبية. طبعا الكثير يتساءل عن دور الاتحاد، يمكن حتى الزميل عبد الله يتساءل عن دور الاتحاد السعودي لكرة القدم. كما هو معروف أن الاتحاد السعودي يندرج تحت مسؤوليات اللجنة الأولمبية، وبالتالي أعتقد حينما تطلع اللجنة الأولمبية باتخاذ مثل هذه الإجراءات والقرارات في تفعيل العمل التنظيمي والإداري والفني للكوادر السعودية، فأنا أعتقد أنها بدأت تخطو الخطوات الصحيحة والتي طلبنا فيها يمكن من سنوات مضت، لأنه للأسف الشديد كان يمكن خلال عقود من الزمن وكان التركيز كل التركيز على العناصر الأجنبية أو الكوادر الأجنبية، في حين دائما نمارس تقزيم كوادرنا الوطنية سواء مدربين لاعبين في شتى مجالات أو مناحي كرة القدم أو الرياضة بصفة عامة. أنا أعتقد أنها خطوة موفقة، وابتعاث مثل هؤلاء المدربين لديهم القدرة الكاملة لتطوير إمكانياتهم في المستقبل القريب. ولكن في نقطة مهمة يا محمد، أنه لا يجب أن يعتمد مثل هذا القرار ويبقى قرارا نظريا بحتا على الورق فقط، يجب أن يكون هناك تفعيل فعلي وحقيقي يتجاوز النظرية إلى التطبيق الفعلي، بحيث أن يكون هذا القرار من قبل اللجنة الأولمبية السعودية يعني توازيه أيضا دعامة إضافية ورئيسية من قبل الأندية، لأنه كما تعلم أنه المدربين الوطنيين أو الكوادر الوطنية السعودية الرياضية تعمل في الأندية، وبالتالي حينما يكون هناك عامل مشترك وتنسيق مباشر بين الأندية كل الأندية مع منظومة العمل في اللجنة الأولمبية وفي اتحاد كرة القدم ستختصر المسافة، ويكون هناك نتائج إيجابية ومثمرة وتنعكس بظلالها الإيجابية على كرة القدم السعودية. فأنا في تصوري أنه جميع الرياضيين يشيدون ويمتدحون مثل هذه الخطوة. نتمنى ونرجع ونكرر أنه يجب أن نتخطى مرحلة يعني التطبيق النظري إلى مرحلة التطبيق العملي والفعلي حتى نستفيد أو حتى يكتسب المدرب الوطني قدرته على قيادة الأندية وعلى قيادة المنتخبات سواء السنية أو حتى المنتخب الأول في المستقبل، لأنه بصراحة لدينا كوادر ولدينا مواهب تستحق فعلا أن تأخذ دورها وتبرز من خلال هذه الواجهة، ولكن شرط أن يكون هناك ثقة متبادلة من قبل المسؤولين عن الرياضة ومن قبل أيضا الإعلام الرياضي ومن قبل أيضا الجماهير الرياضي. بالفعل علي، خليني أذهب إلى جانب آخر. هي خبرين يعني خبرين في أخبار شوت، لكن بدمجهم في سؤال واحد. إغلاق التمارين بالنسبة للهلال والشباب، أهمية هذه المباراة، اثنين يبحثان عن اللحاق والمنافسة مع نادي الفتح، يعني أهمية هالمباراة أيضا أنها تأتي بالنسبة للهلال قبل نهائي كأس ولي العهد. أخوي محمد، مثل هذه القرارات أنا في تصوري الشخصي أنها قرارات يعني قرارات فنية، والمعني فيها الأجهزة الفنية سواء في الهلال أو في الشباب. الكل يدرك تماما أنه الآن دخلنا مرحلة الحسم بالنسبة لتحديد هوية البطل والبطولة للدوري. طبعا الفتح الآن في الصدارة في ملاحقة كبيرة جدا، الفارق بين المتصدر والوصيف 4 نقاط. الشباب أيضا لا يزال في ذات الإطار وفي نفس الدائرة التي ربما تحقق له فرصة بلوغ القمة والمنافسة على الدوري. وأنا أعتقد أنه مباراة الهلال والشباب هي تعتبر مباراة مفصلية في هذا الجانب. يحرص أيضا المدرب الجهاز الفني في الشباب، وهذا يعني من رأيي الشخصي، على تهيئة الفريق للدخول إلى هذه المباراة أمام الفريق الهلالي بكامل التركيز الذهني والفني حتى يستطيع أن يحقق نتيجة إيجابية على الأقل تؤهله لاستعادة زمام المبادرة في تحسين وضعية الفريق الشبابي
يعني للبطولات القادمة، بطولة كأس الأبطال وأيضا البطولة الآسيوية القادمة. فأنا أعتقد أن هذه القرارات هي قرارات فنية في يعني معنية بالمدربين، ولكن ستظل أنا أعتقد محمد أنها مباراة منتظرة، لأنه خسارة أي طرف من هذه المباراة سيبعد تماما عن المنافسة على لقب الدوري. هذه أهم في أخبار شوت. هناك أيضا خبر أن النصر ينتظر موافقة الفيفا للتعاقد مع تابوردا في بعض الأوراق الناقصة، طلبها الاتحاد السعودي من إدارة نادي النصر للرد على الاتحاد الدولي. يبدو أن هناك في بوادر للموافقة على وقبول التقارير الطبية لأيوفي وتسجيل لاعب. أنا راح أنظر لها من الزاوية الأخرى، يعني أنه اللي هي ردة الفعل على هالحق إذا كان للنصر أو غيره أنه يرفع للفيفا. للأسف يعني قابلها ردود فعل يعني من إعلاميين ومن محسوبين على الوسط الرياضي، وكأن النصر أو حتى أي نادي كأنهم مرتكب جنحة أو جرم بأنه طالب بهذا الحق. يعني للأسف الأندية المعنية أو المتضررة من تسجيل النصر للاعب بحيث أنه يصبح قوي مثلا لم يسمع عن هذا الصوت، ولكن للأسف هناك إعلاميين تبنوا هالمواقف وبدأوا يشككون حتى في عمل لجنة الاحتراف السعودية، وهي ليست لها دخل في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. الموضوع برمته لدى الاتحاد الدولي، هو من يعطي هذه الأحقية وهو من يرفضها. ولكن للأسف يعني لماذا ردت الفعل؟ لو افترضنا أن اللاعب هذا بنادي ثاني، هل ننتظر من الإعلام الآخر نفس ردة الفعل؟ لماذا أصبح توجيه كرتنا وأنظمتنا وحقيتها تدار من خلف هذه يعني أسميها الأبواق الإعلامية أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني كأنه صاير بس قضية ما في شيء رسمي، يعني ما في شيء رسمي أقصد من نادي. لا يعني أنا أقول لك يعني لو صدر من نادي مثلا متضرر من أخذ يعني النصر أو حتى غيره، أنا ما أتكلم عن النصر، نقول هذا حق لأني أنا وياك متنافسين وهذا يزيد من قوتك. لكن لما يصدر عن إعلاميين وعن ناس يتبنون هالمواقف، السؤال لماذا؟ وأنا واثق أنه حتى لو كان للطرف الآخر، لو كان للهلال ولا للأهلي ولا للاتحاد، راح نسمع ردود الفعل الأخرى. لماذا يعني تم توجيه رياضتنا بهالشكل؟ لماذا أصبحت الأندية يعني فيها قدر كبير من الاحترام ومن الالتزام ومن المهنية، وأصبح الإعلاميين هم للأسف وأقولها بكل أسف يعني اللي ما يتاح لمجال لا في وسيلة إعلامية. شوفوا شو تويتر يكتب وش في الفيسبوك، يعني للأسف أنهم محسوبين أنهم إعلاميين. يعني بس انا يعني انا نظرت لها من جانب ثاني، هي في الاخير حق للنصر، حق للهلال، حق للجنة الاحتراف، هذه ما نناقشها. بما ان المساله نظاميه فالكل يمشي في هذا الاتجاه. انا يعني اللي استغربته الردود، يعني الفعل من غير المنتسبين لهؤلاء الانديه. السؤال يعني لماذا هذه ردود الفعل؟ هل هي حق لكل نادي سعودي؟ هنا السؤال. إذا في خطأ الاتحاد الدولي بيقول لك يا أخي خطأ وما يحق لكم تسجل وانتهى الموضوع. لكن الحملة اللي إذا الحين شانينها والتشكيك حتى في لجنة الاحتراف السعودية رغم أن ما هي طرف في الموضوع. يعني تسمع هي حولت كل شيء على نعم الفيفا. لكن أنا أقول حتى يعني النادي المعني قال ليست قضيتنا عند لجنة الاحتراف، وإنما الفيفا هو من يستطيع أن يستثنينا. يعني المسألة واضحة وبسيطة وعادية وحق مشاع ومشروع لكل نادي. لكن للأسف يعني تسمع أقاويل وتسمع ردود فعل وتسمع استحضار للماضي، يعني للماضي، تذكرون في السنة هذه رفع النادي الفلاني، تذكرون النادي الفلاني. طيب وش المجدي في هالموضوع أخوي محمد؟ طيب ولا شيء. هي أن نقول الجيد فيها، يعني الجيد فيها أنها ما هي من جهة رسمية، يعني ما كان ردود الفعل من جهات رسمية. الأندية أكبر من أنا أقول لك الأندية أصبحوا على قدر من الاحترام البعض والانضباط والمهنية أنهم يحترمون حتى بعض رغم أنهم متنافسين، ومن حق كل واحد أن يضعف الثاني تنافسيا أنا أقصد. لكن السؤال المقابلين هذولي وين نحسبهم؟ هل هم إعلاميين؟ هل هم مشجعين؟ هل هم مأجورين؟ هل ما أنا ماني فاهم صراحة ردود الفعل في أي موضوع. أنا أقيسه على موضوع حادث لي أنا، يمكن قبل الحلقة اللي راحت يعني طلعت هنا وقلت أنه سلمان الفرج ما عنده كرت، وقلتها بالنص هذا أنه سلمان الفرج لم يسجل عليه نظاميا في الأسكور شيت ولا لدى حكم المباراة ولا جهة ولا يعني مع الجهات الرسمية أي إنذار. يعني نقلت حقيقة ثابتة، طلعت أنا مجرم. يعني لو أشوفك أوريك قسم بالله رسائل بتويتر يعني للأسف دعاوي
والله لا يوفقك وانت بعت ذمتك وانت اشتروك وانت باعوك على ايش؟ على اني قلت حقيقه، رغم انه هي حقيقه دائمه الى اليوم انه هذا اللي حدث محمد، ولم يستطيع احد ان ينفيها. اجل الله يعينك بعد الحلقه اليوم بعد. يعني انا اقول سبحان الله، وليست من يعني النادي المعني، النادي او المتضرر اللي بيلعب قدامه سلمان الفرج، لم تسمع منه اي صوت رسمي او اعلامي او تشكيك حتى جهتي. اجل اذا سمعوا راي فكتور بعد بيجيك لا لا بصراحه والله محمد يعني ما ادري وين بيذهبنا هالاعلام صراحه يعني. والله التوجه اللي متخذه وزير الاعلام ان شاء الله جيد في التفاتة. انا اشوف صحيفه هي اللي جت براسها والبقيه لا زالوا يمارسون نفس شوي احنا نقول بدايه الغيث قطره. ناخذ مقالتك اللي اخترتها اليوم من صحيفه الرياضه السعوديه اخي عبد الله للزميلة هنا صفحة يعني خمسة في بداية الصفحة عن بالنسبة ذوي الاحتياجات الخاصة صحيح. الأطفال المعوقون أفرحوهم بزيارة. طبعا الأخت هنا العلوني يعني تطرقت فيها المقال إلى يعني زي ما سمتها رصاصات من كل الاتجاه. ميزتها أنه كانت كل رصاصة صائبة، الرصاصة الأولى كانت تجاه المعاقين وواجبنا تجاههم، واجب الأندية، واجب النجوم، واجب كل المجتمع بإفراحهم بزيارة بكلمة بأي شيء، لأنها تعي ماذا تعني هذه الأشياء للمعاقين. ثم ذهبت إلى موضوع آخر اللي هو ما يواجهه الآن اللي هو مدير القنوات الرياضية السعودية من يعني حرب اللي محاولة يعني يا أما إمالته إلى تيار معين أو إسقاطه بتيار معين، وهو طبعا واقع. أتوقع أنه الأستاذ بريان أو الأخ بريان يحس بهالتوجه اللي صاير. في الأخير صراحة اللي أثلج صدري يعني التفاتتها إلى الحكم السعودي وإنها لمست الحقيقة أن بالفعل هناك من يحاول إسقاط الحكم السعودي بكل ما أوتي من قوة، ناسيا ومتناسيا أن التحكيم السعودي أحد أضلاع الكرة السعودية، وإذا سقطت معه أشياء كثيرة، وهذه قمة التناقض. من ينشد تطور الكرة السعودية وينشد تطور أنديتها ومنتخباتها يسعى جاهدا لإسقاط التحكيم السعودي، وبقمة التناقض تجده اليوم يكرم التحكيم السعودي وغدا تسحب منه كامل الثقة. إذا الحكم السعودي لا يستطيع أن يعمل تحت أجواء ضغط وتحت ضغط جماهيري وضغط أندية وضغط إعلامي لا يستحق أن يصبح حكما. إذا لم يجد وخلينا بنتكلم عندي أسئلة واجد نتكلم فيها في التقرير بالنسبة للحكام. أذهب إلى الزميل أيضا علي واختياره من صحيفة الرياض أخوي علي. محمد قبل المقال لو تسمح لي طبعا على موضوع اللاعب تابوردا اللي يحاول النصر تسجيله، يعني احنا دائما يمكن الأسئلة اللي طرحها الزميل عبد الله تظل أسئلة يمكن مطروحة وتبحث عن إجابات يمكن من عقود من الزمن وحتى هذه اللحظة لا، ولكن يفترض على العقلاء في الوسط الرياضي بكافة يعني أطيافهم وشاربهم عدم الالتفات لمثل هذه الأفكار الضيقة التي يعني تدور في فلق التعصب المقيت والمرفوض. طبعا النصر فريق يعني حاله كحال أي فريق سعودي آخر، ربما يكون هناك ضرر ترى الإدارة النصراوية أو الجهاز الفني، من هناك ضرر من يعني الظروف يعني الظروف الإصابة التي يعني واكبت اللاعب الأيوفي، وبالتالي هي بحثت عن مخرج لعله وعسى أن يكون هناك تجاوب من قبل الاتحاد الدولي لتسجيل لاعب بديل. فنعتقد الموضوع لا يحتاج إلى أن يضخم بطريقة يعني كما هو، وإن حدث بعض يعني بعض التجاوزات في بعض وسائل الإعلام الجديد اللي هو الآن يعني يعتبر للأسف الشديد ليس بإضافة للرياضة بل هو إعاقة للرياضة، لأنه اختلط الحابل بالنابل واختلط أيضا الصالح بالطالح، وأصبحت عملية التفريق بين ما يفيد الرياضة وبين ما يسيء للرياضة شيء يعني كبير جدا. ولكن أنا لو سمحت لي أنا أعتقد طبعا اول شيء خلني استدرك ومسي عليك بالخير، دائما ما ابي احرق على المذيع اني اقدم قبل الضيف، فمسي عليك بالخير. ولكن معايا استاذ علي انه ما يطرح منك في وسيلتك الاعلاميه، انت يا اعلامي هو انت محاسب عليه كما انت محاسب على ما يطرح في تويتر،
هل أنت علي الزهراني المفروض في تويتر وفي صحيفتك الإعلامية بنفس المبادئ بنفس الأخلاق بنفس التوجه بنفس العقلانية؟ للأسف في ناس يطلعون مثاليين الأستاذ علي ويطرحون في تويتر وانت معانا يمكن في هالمجال وفي هالمعترك الإعلامي صحيح. وترى يعني للأسف ما يطرح انت قصدك يختلف الطرح في الجهة يعني تحس شخص واحد يطلع على الطاولة هنا شوي بنبكي يا أخي بيلقي علينا خطبة مؤثرة وفي تويتر يطرح للأسف واحترامي للي يسمعني سخافات يا محمد يطرح سخافات كرأي أندية يعني. عبد الله يعني شوف كلامك طبعا لو أخذ على محمل الجد والجدية أنا أعتقد أنه أحيانا ترى حتى في أسماء وهمية يعني بعض للأسف صحيح. أنه أصبحت بعض الأسماء المشهورة في وسائل الإعلام سواء كتاب مذيعين مقدمين برامج وحتى مسؤولين يعني كبار في مجالات أخرى متعددة في المجتمع يتم استغلال أسماءهم بطريقة يعني مخلة وتشوه هذه الصورة يعني في الكثير أحيانا تجد يعني البعض من يعني خصوصا في تويتر أو في الفيسبوك يستغل هذه الأسماء لتشويه يعني صورة أول سمعتها من خلال طرح أول شخص ولكن يا علي أول شخص تركي العجمة أكثر واحد أنت حل وهو ما عنده حساب في تويتر ما هو هذه المشكلة ولكن أنا أرجع بس أقول في ناس معروفين لنا وحسابات معروفة ويوميا نتعامل معهم وجه الوجه يعني في تويتر وهذا طرحهم يا علي صح ولا لا هو شوف أي طرح هو يعتبر يمثل رأي شخصي الرأي الشخصي لا يعني يمثل صاحبه كان سواء سلبيا أو إيجابيا سواء مفيد أو غير ذلك ولكن أنا أعتقد أنه طالما إحنا نبحث عن يعني الإطار المفيد للرياضة السعودية جميل. على تنقية الأجواء الرياضية يجب أن نلاحق الآراء العقلانية ويجب أن نبتعد عن مثل هذا لأنه صدقني في مثل يعني عام يقول لك الخسران يقطع المصران فبالتالي هذه الأسماء التي تحاول أن تثير زوابع التعصب من جديد جميل. تحاول أيضا أن تثير يعني في نفوس الجيل الحديث الشاب يعني هذه النزعة التعصبية يجب أن لا نلتفت إليها يجب أن نبحث عن الآراء العاقلة التي تؤسس إلى إعلام حضاري ومتحضر يكون له دور كبير جدا في تطوير منظومة كرة القدم السعودية نتمنى ذلك خلينا نروح لمقالتك علي أو اختيارك المقال هو خبر, خبر في جريدة الرياض الخبر هو يقول الأخضر يتقدم 10 مراكز ويحتل المركز 108 يعني أنا أعتقد هذا الخبر يجب أن نتوقف عنده قليلا لأنه بصراحة نقلة نوعية حدثت للمنتخب السعودي وتزامنت أيضا مع المتغيرات الفنية والإدارية وعلى أيضا الصعيد النتائجي في آخر مباراة أمام المنتخب الصيني المنتخب السعودي يعني من هذا المنبر أنا أربط الخبر أخوي محمد بالمبادرة الكبيرة التي أقدم عليها برنامج كورة والزميل تركي العجمة حينما يعني تبنى فكرة دعم المنتخب السعودي وكان هناك تفاعل إعلامي وتفاعل جماهيري لم نجد هناك الآراء يعني اللي كانت يعني متشنجة تجاه اللاعبين تجاه المنتخب وبالتالي انعكست هذه الصورة بشيء إيجابي على المنتخب السعودي ورأينا في مباراة الصين منتخب سعودي شاب يتفانى من أجل خدمة شعار المنتخب ويقدم مباراة جدا رائعة وكسر حاجز الإخفاقات واستطاع أيضا على صعيد التصنيف الدولي أن يتقدم 10 مراكز فأنا أتمنى أن تكون هذه مقدمة لتحقيق نهايات إيجابية ومثمرة للمنتخب السعودي والكرة السعودية لأنه بصراحة حينما تتضافر الجهود الإعلامية والجماهيرية مع اللاعبين مع الأجهزة الفنية مع الأجهزة الإدارية صدقني حتكون النتيجة يعني كما حدث تمام الصين لأنه إذا اتحدنا وتوحدنا في بوتقة دعم المنتخب السعودي سنتجاوز مرحلة الإخفاق ولكن بالفعل. إذا استمرينا أو استغلينا أي هفوة أو أي إخفاق لممارسة جلد الذات وممارسة يعني القسوة على لاعب كرة القدم السعودي فأنا أعتقد أخوي محمد وأنت يمكن تشاطرني رأي بحكم تجارب عديدة مرت عليها ويمكن أنت أيضا أحد الكوادر التي اشتغلت في المنتخب السعودي إنه اللاعب كرة القدم يعتبر بشر لحم ودم يتأثر بكل ما يحيطه من يعني كلام من صحيح. أفعال من تصرفات سواء في مدرجات أو سواء في زوايا كتاب أو حتى في برامج رياضية فأنا أعتقد إنه هذا التحول الجذري أو التحول الجيد والمقنع والإيجابي يجب أن يستغل استغلال أمثل حتى ندعم بادرة برنامج كورة بالفعل. ومبادرة الزميل تركي يعني تستمر ليس على هذا البرنامج فقط وإنما أيضا تتبناها وسائل إعلام أخرى
مقروءه مرئيه مسموعه صحيح. لانه الدعم والتحفيز والدعم اللوجستي يحتاج المنتخب في هذا الوقت اكثر من اي وقت سابق. بالفعل، وايضا يعني قبل ان اذهب الى الفاصل اؤكد انه اتفق العديد من لاعبي المنتخب وخصوصا لاعبي الخبره في المباراه السابقه قبل المباراه كان بينهم اتفاق ايا كانت نتيجه مباراتنا مع الصين اللي حدث في الأسبوع الماضي من الجماهير ومن الجهات يجب أن نتوجه للجمهور لشكرهم بعد المباراة أيا كان عدد الحضور وأيا كانت النتيجة، هذا بسبب يعني مثل هالبادرة اللي انطلقت من هالبرنامج. وقفة قصيرة وسنعود لمواصلة الحديث، لدينا الكثير عن التحكيم وعن دوري زين أيضا وعن أحمد عيد وحيدا في البرتغال. خمس عشرة نقطة تخنق ثلاث فرق للهروب من مرافقة الوحدة. اللجنة الأولمبية السعودية تبتعث المدربين الوطنيين للخارج، والنصر ينتظر موافقة الفيفا للتعاقد مع تابوردا. الشباب يغلق أبوابه من أجل الهلال، وزلاتكو يريح لاعبيه قبل استئناف الإعداد لموقعة الاثنين. الأهلي يترقب التشخيص النهائي لإصابة الحوسني، وفارق النقاط الأربع يشعل صراع القمة في زين. عبدالله القحطاني يكشف أخطاء صافرة الجولة التاسعة عشرة، وأجانب الفتح يصنعون الفارق على خارطة النموذج. أهلا بكم متابعينا الكرام على شاشة روتانا خليجية، وأرحب أيضا بمن انضم إلينا الآن بمستمعينا عبر روتانا اف ام لمتابعة برنامج كورة. نواصل الحديث مع ضيوفي في الاستوديو عبدالله القحطاني، ومن هناك من جدة الزميل علي الزهراني. دوري زين وختام الجولة التاسعة عشر ولعبة الكراسي تستمر، ابتعاد في الصدارة، تعادل عطل الشباب، وفوز للهلال يبعث الاطمئنان في قلوب أنصاره، والكراسي المتبقية تختلف أوضاعها حسب النتائج. بانقضاء الجولة التاسعة عشرة من صراع فرق دوري زين نحو المنافسة على اللقب، يبرز سفير الأحساء في أعلى الهرم متربعا على عرش الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الهلالي الذي قطف 42 نقطة، ويطاردهما الليث الشبابي بنقاطه 39. معركة ثلاثية حامية للظفر باللقب. وبنظرة على قاع الترتيب، لا يزال فرسان مكة متذيلون لسلم الدوري، ويبدو أنهم على شفا الهبوط إلا إن حدثت معجزة تبقي على آمال الفريق الوحداوي في صراعه من أجل البقاء. وبرصيد 15 نقطة تتنافس ثلاثة فرق للابتعاد عن ذيل الترتيب، فالنابس دير بمستوياته المتذبذبة، وأبناء هجر بخسائرهم التسع، وسكر القصيم بمركزه الحادي عشر ليسوا بمأمن أبدا من خطر الهبوط. وفي عودة سريعة لفرق المقدمة يحتدم الصراع بين ثلاثة فرق أيضا لضمان الدخول في المراكز الأربعة الأولى التي ستضمن للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا. الكتيبة الصفراء وبفارق نقطة واحدة عن مطاردها الأهلاوي صاحب المركز الخامس، والذي يتقدم هو الآخر على النواخذة بنقطتين فقط. تنافس شرس سيغير الكثير من ملامح فرق المقدمة، وسيزيد من معدل الإثارة في دوري زين.
العميد الاتحادي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بنقاطه 27 ومركزه 7. يبدو أن المونديالي بحاجة لمراجعة حساباته إذا ما أراد المنافسة للدخول ضمن الأربعة الأوائل. مناطق الدفء ينعم بها الفريق النجراني ب 21 نقطة، ويجاوره الرائد صاحب المركز 9 ب 20 نقطة، وتقترب منهم شعلة الخرج التي قد تنطفئ في حال تعثرها، حيث لا يفصلها عن فرق المؤخرة سوى 3 نقاط. فرق في أحوال سارة، وأخرى تنتظرها أهوال صدمات قد تغيبها عن أنظار المتابعين في دوري زين. 7 جولات قادمة سننتظر وننظر خلالها من سيسعد جماهيره، ومن ستعلق له المشانق، ومن سيستمر في دور الأضواء، ومن سترمي به النتائج في غياهب دور المظاليم. بدر الفايز، كورة. عبد الله، الأمور مختلفة في الدوري، حتى اللي في مناطق الدفء اللي ذكروا في قراءة الزملاء، يعني مثلا قريبين من اللي هم ب 15 نقطة، الفيصلي والتعاون، وأيضا قريبين من الشعلة ب 18 نقطة، ثم قريبين من الرائد ونجران اللي ب 21 و20 نقطة، يعني في تقارب، التقارب مخيف حتى في المقاعد المتأخرة. طبعا راح نتكلم يمكن في 3 جزئيات في على سلم ترتيب الدوري. يمكن المقاعد الأربعة الأولى أو الخمسة يعني قد تكون تبينت رؤيتها إلى حد كبير، ونتكلم عن الهابط اللي ممكن تأكد هبوطه اللي هو نادي الوحدة. هذه الأشياء أصبحت بينة للمتابع للدوري السعودي. منطقة الوسط السنة هذه تحس أنها أكثر اتساع من أي دوري، يعني تلاحظ أنه يعني ممكن أنه يغطيها أكثر من فريق، زي ما قلت أنه في ناس يملكون يعني جزء من النقاط ويعتبرون أو اكتسبوا جزء من نقاط الدوري، الدور الأول وجزء من الدور الثاني، ويقال عنهم أنهم في منطقة دافئة. ولكن إذا ما نظرت أن هزيمتين أو فوزين لأي فريق آخر ممكن يغير الترتيب اللي هو منطقة الوسط الواسعة اللي شاهدناها في هذه أو في هذا الدوري بالتحديد. كرة القدم ليس لها أمان، لا تؤمن إلا باللحظات الأخيرة، ولكن أتوقع يعني الجولتين الجايتين نتائجها راح يعني توضح رؤية أكبر، خصوصا في مراكز المتقدمة وفي مراكز المتأخرة. أتوقع أنه بالنتائج إذا ما اتجهت يعني وخدمت أناس معينين أو أندية معينة، فراح تتضح الرؤية تماما، لأنه حتى الأشخاص أو الأندية اللي فقدت يعني بتفقد حظوظها في الأربعة الأوائل راح حتى تتغير طريقة لعبها، ممكن حتى أندية المؤخرة ممكن تكسب منها نقاط. فأتوقع أنه بعد الجولتين بالكثير أو الثلاث الجاية راح الثلاث بعدها توقف، يعني بتصير بعدها خلاص فترة أيضا توقف. صحيح، أنا أتوقع أنها بتكون يعني أكتملت الصورة إلى حد كبير، وبتختلف يعني الطموح وفوق. يا عبد الله، في الصدارة كيف تراها ايضا؟ من والله انا اقول لك يعني انا لازلت اقول لك انه الاربعه الى الخمسه اللي قدام الحظوظ لا زالت في يديهم كثير. احنا حتى لو اذا ما اخذنا الفتح انه متصدر، ترى خساره الفتح لمباراه واحده يجعل الفرق نقطه واحده عن اللي بعده، يعني ما هناك. نعم، يعني الحين الفرق 4 نقاط، لو خسر الفتح واستمر الهلال في الكسب او حتى الشباب في اللحاق راح تتغير الرؤية، يعني كلها مباراة بالكثير ويصبح الفارق نقطة، تعادل آخر يصبح الجميع متساوي. هل الجميل للفتح عبد الله أنه المباراة القادمة بين من ينافسه على اللقب ويلحق به، الهلال والشباب؟ قلت لك قد يكون مستفيد، إلى حد بنتائج معينة، ولكن يمكن التعادل أفضلها بالنسبة للفتح. يعني حتى اللي عجبني في الفتح خطابهم الإعلامي وخطابهم مدربهم واقعي، ولا واحد منهم جزم انه انا ممكن اكون الاول في هذه المرحله. جميل. كل طموحاتهم لا زالت تتمحور فوق ان نبغى يعني او داخل ان نبغى نشارك في اسيا.
وهذا فعلا عين العقل، لأنهم أكيد حاسبينها حسابيا أنه حتى اللي في المركز الرابع ممكن اللحاق بهم تحت ظروف أي نتائج. جميل. أخي علي، خلينا أسألك أنا أيضا في جانب القراءة في الدوري بشكل كامل، ولكن في جانب آخر الموسم الماضي كان فيه عمل جبار لكثير من المدربين. لاحظنا تأثير برودوم في العام الماضي، فتح الجبال، الكثير من المدربين. كنيدة في بداية حضوره للاتحاد كان له بعض التغيير، خصوصا أن الاتحاد ما كان بتلك العافية يرولي مع الأهلي. السنة هذه يمكن ما شفنا عمل مدربين بشكل واضح وبشكل كبير في الفرق إذا أبعدنا عن هذه النظرية نادي الفتح. بين موسمين محمد، أنا أعتقد يمكن حتى في حلقة سابقة مع زميل تركي هنا في برنامج كرة تحدثت عن أن دوري هذا الموسم هو يعد الدوري الأضعف، ليس تقليلا أو انتقاصا من النتائج والمستويات التي ظهر فيها الفتح، ولكن قيست هذه النظرية أو هذا الرأي من خلال المستويات والنتائج التي أفرزتها مباريات الفرق ذات يعني الصيت والجماهيرية والإعلام والقوة، اللي هي الأهلي، الشباب، الاتحاد، الهلال. يعني هذه الفرق استمرت في فترة من الفترات في بمستويات متذبذبة نوعا ما، وبالتالي يعني افتقد الدوري للوهج المتعارف عليه. أنا أتفق معك تماما أن الموسم الماضي كان هناك نوع من الإثارة، نوع من القوة، نوع من يعني القوة الفنية لمعظم الفرق، خصوصا أنه اللقب لم يحسم إلا في المباراة الأخيرة التي جمعت الأهلي بالشباب. فأنا أعتقد أنه هذا الموسم كانت هناك متغيرات طرأت على أوراق الفرق ذات يعني الكبيرة، وبالتالي ساعدت الفتح لاستغلال هذه الفجوة وانطلق. وهذا بالتأكيد لا يقلل لا من قريب ولا من بعيد على حجم العمل المقدم من الإدارة الفتحوية وأيضا من الجهاز الفني الذي أثبت جدارته وتميزه فتح الجبال. بصراحة كان هناك عمل منظم، استقرار فني عالي، وأيضا أفرز يعني انعكست بنتائج يعني ساعدت الفتح على التربع على هرم الدوري. هذا الموسم المختلف اللي يمكن نتوقف عنده أنه هناك أكثر من بطولة في بطولة الدوري، هناك فرق تبحث عن لقب الدوري، وهناك فرق تبحث عن البطولة الآسيوية، وهناك فرق تبحث عن بلوغ دوري كأس الأبطال، وهناك أيضا فرق أخرى تبحث عن بطولة البقاء ضمن دوري الأقوياء والابتعاد عن شبح الهبوط. فبالتالي دائما محمد تعودنا واعتدنا على أن الدوري السعودي دوري زين للمحترفين، دوري قوي. حينما تحدثنا في سنوات مضت على أنه الدوري العربي الأقوى، هذه حقيقة دامغة أثبتتها معطيات الميدان. يعني المباريات سابقة أو خليني أقول مواسم سابقة لا يحسم اللقب ولا تتحدد هوية الهابطين والفرق التي تبقى إلا في الرمق الأخير من الدوري. هذا الموسم أيضا هو يسير على غرار سابقه، يعني لم نعرف حتى هذه اللحظة إذا ما استثنينا الفريق الوحداوي، هناك ثلاثة فرق، الفيصلي وهجرة والتعاون أيضا مهددة بالهبوط. هناك أيضا فرق لا تعلم هل هي قادرة على بلوغ البطولة الآسيوية، هناك منافسة بين النصر والأهلي والاتفاق. هناك أيضا فريق الاتحاد ربما يستغل السبع الجولات القادمة صحيح. لتحسين الوضع والدخول أيضا في السباق للمقدمة. الشباب والهلال أيضا لديهم فرصة لاستغلال أي هفوة أو عثرة قد تحدث للفريق الفتحاوي. فأنا أعتقد أنه هذه السمات والمميزات التي يمتاز بها الدوري السعودي هي من أوجدت هذه الإثارة الجماهيرية والإعلامية، وبالتالي لا يزال الدوري السعودي برغم اتفاقنا وتوافقنا على أنه دوري ضعيف هذا الموسم، إلا أنه لا يزال هو الدوري الأكثر إثارة على الصعيد الإقليمي والصعيد القاري. جميل. تستمر الإثارة أيضا في دورينا، في دوري زين أيضا خارج الملعب وفي المدرجات. الزملاء هناك في جدة الزميل عبد الله رصد لنا ردة وردود أفعال الجماهير الأهلاوية والجماهير الاتحادية بعد ديربي الغربية. مباراة الأهلي والاتحاد اليوم، ايش رايك فيها؟ والله مباراة حلوة وقدموا شيء حلو الأهلي والاتحاد، ما قصروا فريقين، والاتحاد صار فيه لعيبة جديدة صاروا يطلعوا ويلعبوا ويقدموا، والأهلي برضو بيقدموا بيلعب، ما
بس ما حالفنا الحظ. مبروك على التعادل. مستواها متوسط وكنت أتمنى الاتحاد يفوز، لكن الحظ ما سمح لنا. والأهلي لعب كويس والاتحاد لعب كويس. والله مباراة متوسطة المستوى صراحة، يعني الأداء بس كان مقنع شوي، يعني ما هو ذاك الأداء، يعني مقنع للأهلي يعني، ولو إنه يعني ما هو ذاك المستوى اللي قدم الأهلي، يعني متعودين عليه مباريات الخمسة الأخيرة اللي قدمها. يعني متوسط، ما في لعب متكافئ، ما في للأسف. ما جابك الاتحاد اليوم يعني؟ والله كنت أتمنى أفضل من كذا. الاتحاد ما هو الاتحاد اللي نحن نعرفه، يمر بأزمة نادي كامل بشكل كامل، بس إن شاء الله الفريدي يمكن يسوي حل نادي الاتحاد. المباراة كانت جيدة والنتيجة يمكن عادلة يعني، كانت الأهلي كان أفضل في الشوط الأول، بس يعني الاتحاد في الشوط الثاني يمكن تغييراتها يعني كانت أفضلية برضو للاتحاد، ونشوف النتيجة كويسة وعادلة للفريقين يعني. ما في شيء يعني متغير، يعني نفس المباريات الأولى يعني كمستوى ما في بصراحة. والله أي مباراة ديربي أكيد لها طعم ثاني غير أي مباراة للاتحاد، سواء للاتحاد أو للأهلي، بس بصراحة مستوى الاتحاد نازل شويتين. أنت عارف ما في استقرار فني، ما في أي شيء. الأهلي بحكم أنه عنده استقرار، بحكم أنه شيء، ما مفروض يفوز في المباراة دي. الأهلي قدم مباراة حلوة والاتحاد قدم مباراة أحلى، بس الفرص زي ما شفنا يعني في فرص كثيرة رائعة، وبصراحة يعني الأمانة استمتعنا اليوم بالمباراة. إذن هذه هي آراء الجماهير بالنسبة للمباراة. الإثارة استمرت في الأسبوع الماضي أو بدأت في الأسبوع الماضي حول حكم النهائي. هذه الإثارة تستمر كثيرا حين وصول المباريات الكبيرة وحين وصول النهائيات. استبشرنا خيرا بالحكم السعودي، ثم عادت الأمور لتتغير في لحظة بعد طلب الناديين، الحكم الأجنبي والثقة لحكمنا المحلي. أين ستذهب؟ التحكيم السعودي مثار جدل دائم، بل أنه بالكاد يذكر حكم اتفق عليه الشارع الرياضي السعودي، كيف لا وهو الشماعة الأولى للخسائر والهروب من المسؤولية. لا شك أن الأخطاء واردة، بل وبوفرة في بعض الأحيان، ولكن جل من لا يخطئ، فالحكم بشر وكغيره قد يصيب وقد يجانب الصواب. مباريات الديربي هي معارك طاحنة تبدأ قبل المباريات بأيام بل وأسابيع، تنافس جماهيري وإعلامي على أعلى المستويات يجعل من الديربي بركانا ينتظر الانفجار. فكيف إذا كان ديربي الهلال والنصر، بل وفي مباراة نهائية؟ عليك في مثل هذه الظروف أن تتسلح بدرعك وتمتشق سيفك، فأنت أمام محك حقيقي وفي معركة سترخص فيها الأعناق فداء من أجل الشعار. فماذا سيكون حال الحكم الذي سيقود المباراة، لا سيما وهو يشاهد ويسمع كل ما يدور في فلك الديربي؟ نهائي كأس ولي العهد مثال حقيقي لما سبق، ففيه جاءت مطالبة الناديين العاصميين بضرورة إسناد دفة قيادة المباراة تحكيميا لطاقم أجنبي، وسط رفض من لجنة الحكام التي أصرت على تكليفها لحكم سعودي قبل أن ترضخ مؤخرا لمطالب الكبيرين وتسند المهمة لطاقم أجنبي. فهل حساسية المباراة وظروفها واعتباراتها المتعددة هي السبب وراء رفض الناديين للحكم المحلي، أم أن الحكم السعودي قد فقد الثقة بالكلية حتى أصبح منبوذا من ملاعب الفرق الكبيرة؟ بدر الفايز، كورة. علي، خليني أسألك في البداية وأبدأ من حيث انتهى هذا التقرير، الكرة في ملعب من الآن في مثل هالموضوع؟
يدرك أن مثل هذه القضية هي قضية أزلية، يعني لم نوجد لها، لأنه كرياضيين للأسف لا نزال مصابين بعقدة الأجانب. يعني الحكم السعودي على الرغم من النجاحات التي تحققت، يعني تحدثت الآن على واقع الحكم السعودي في هذه المرحلة، تحدثت عن صالح الهذلول، مرع العواجي، خليل جلال، فهد المرداسي، أسماء استطاعت أن تبسط نفوذ تفوقها، نجحت من خلال قيادة مباريات كبيرة، ولكن لا نزال نعاني من هذه العقدة المزمنة التي بالتأكيد تتحملها الأندية، وأيضا يتحمل القدر الأكبر منها اتحاد كرة القدم. محمد اسمح لي، لأنه في كلام مهم جدا يجب أن يقال في هذه القضية تحديدا، لا أتحدث بصفة يعني بصفة عامة عن المراحل السابقة، فما فات سقط من أوراق التاريخ ولا زالت الذاكرة تحتفظ فيه، ولكن أنا أتحدث فيما يعني في قضية يعني برزت خلال الأيام الماضية. يعني أنا أدين وبشدة ما أقدم عليه اتحاد كرة القدم الحالي، لأنه بصراحة أوجد أو أعطانا الانطباع بأنه اتحاد ضعيف، حينما أنت تظهر على أنه أنت لديك توجه باعتماد حكم وطني ومحلي لقيادة نهائي كاس ولي العهد، وبالتالي حينما يتم الضغط من قبل تصريحات في الناديين الهلال والنصر ترضخ لهذه المطالب وتلبي مطالب الأندية، فبالتالي أنت أعطيت الانطباع على أنه قراراتك قرارات يعني ضعيفة جدا، وبالتالي أصبح هذا الاتحاد أشبه ما يكون بالاتحاد المخترق، ما نبحث عنه وما ننادي فيه، على الرغم من أنه أنا طبعا حق مشروع لإدارة النادي أي نادي أن تبحث عن مصالحها الشخصية، مصالح فريقها، على أن يكون هناك لها يعني دور كبير جدا في توفير المناخ اللي يحقق لها أو كما ترى مناسبة لتحقيق غايتها في المنافسات وفي البطولات، ولكن أنا أتحدث في الجوانب الرسمية. اتحاد كرة القدم يفترض أن يكون هو الداعم الرئيسي للحكم السعودي، مع كامل الاحترام لرغبة الأندية، مع كامل الاحترام يعني الديباجة العريضة اللي نسمعها بين كل فينا وأخرى، إنه هذا إن الحكم السعودي سوف يدخلنا في متاهة النظرة إليه بلعبة المؤامرة والتشكيك وإلى آخره والتأثير. الحكم السعودي أثبت خلال معطيات مضت على أنه واثق من قدراته واثق من إمكانياته، ولعل ما نجح في خليل جلال في خليجي 21 أكبر دليل. صحيح. على الرغم من يعني الضغوط الكبيرة اللي حصلت لخليل جلال، أيضا صالح الهذلول ومرع العواجي برزوا ونجحوا وتميزوا ولا زالت إمكانياتهم تطغى على قدرتهم بالفعل. وبالتالي كان يفترض على اتحاد كرة القدم أن يكون قوي وشجاع في اتخاذ القرار المناسب في إتاحة الفرصة للحكم الأجنبي، مع كامل الاحترام لإدارة النصر وإدارة الهلال. أضيف إلى ذلك إنه كان على يعني كان يفترض من إدارة أحمد عيد، من رئيس الاتحاد السعودي يعني الصديق والأخ العزيز أحمد عيد، ألا يدخل الاتحاد في مغبة مثل هذه الأمور التي صحيح. جعلته ضعيف بصراحة. كان يفترض ما يصرع على إنه الاتحاد السعودي يتوجه إلى اختيار حكم سعودي للنهائي، لأنه أنت الآن قررت واتخذت القرار وبالتالي تراجعت حينما تحدث إدارة نادي الهلال وإدارة نادي النصر، وبالتالي بين قوسين الاتحاد السعودي الآن في هذه الأزمة أثبت بأنه ضعيف ولا زال يسير على وتيرة المراحل السابقة، وبالتالي هنا قمة المعاناة للحكم السعودي وقمة الإحباط لنا أو لكل رياضي يبحث عن الكفاءة السعودية التي يجب أن تطلع بدورها وأن تأخذ وضعها الحقيقي لأسوى بما يحدث، لأنه محمد يمكن الكابتن عبد الله هو خبير في هذا الجانب. هناك مراحل ماضية كان حكام أجانب حضروا كانت لديهم أخطاء كوارثية، كان الحكم السعودي أقل، ولو وضع الحكم السعودي أو أخطاء الحكم السعودي في موازاة الحكم الأجنبي وأخطاء أقل. صدقني ميزان الكفة سيميل لصالح الحكم السعودي. صحيح. وبالتالي أختصر هذا الحديث بكلمة، علينا جميعا كرياضيين أو في حتى بقية المجالات أن نؤمن كثيرا بأهمية دعم الكوادر الوطنية وتشجيعها وتحفيزها لتأخذ دورها، لأنه بصراحة تعبتنا عقدة الأجانب وبالتالي أثرت فينا وأصبحت للأسف يعني تهمش حتى كوادر ناجحة في ليس بالمجال التحكيم ولكن في بقية المجالات. جميل، نقاط مهمة وسريعة اللي ذكرتها علي بالنسبة لي، يجب أن يكون الاتحاد أقوى من الأندية. صحيح التشاور والتفاهم وأخذ الرأي في الأندية، لكن يجب أن يكون أقوى. أخرج من حديث علي إلى سؤالي اللي سألت لك في البداية، رغم هذا كله والضغط الذي سيحدث، لو أصر الاتحاد السعودي على ما يطالب به علي، كيف سيدخل الحكم إلى هذه المباراة؟ ربما تكون أخطاء الأجنبي أكثر، لكن ستضخم أخطاء الحكم السعودي.
أول شيء خلني في البداية أقول الأخ علي، أول شيء صح الله لسانك على كل كلمة قلتها، وأنا أشد على يدك، وبالعكس أنا يمكن سجلت بعض النقاط، كل الأشياء اللي كنت بقولها قلتها أستاذ علي، وإنه يقولها أخ إعلامي ويعني بعيد عن وسط التحكيم، يمكن هذه حتى إنصاف للتحكيم لو أنا تكلمت بيحسب على أن رأيي زين اللي بدينا فيها. للأمانة والله أخ علي، للأمانة الله يكثر من أمثالك فيها التوجه، وكم نحن محتاجين في يعني من هالأصوات الإعلامية لدعم كل منتج وطني، ليس الحكام فقط، عندنا يعني إجحاف في حق المدربين، في حق اللاعبين القدامى، في حق حتى الإعلاميين المميزين، عندنا إجحاف للأسف. احنا نتغنى بالمواطنة والوطنية ونحن على الدواء أعدائها للأسف، هذه أقولها. ولكن عبد الله نستفيد من النقاط السريعة قبل الفاصل. أول شيء أنا أعتبره وأؤكد، أول شيء هذه أول للأسف أعتبره أول إخفاق لإدارة أحمد عيد، وخصوصا أمام مجتمع التحكيم، وليس إخفاق يعني شامل لا فيما يخص التحكيم. السؤال اللي بوجهه، هل من حق أحمد عيد أن يتبنى جلب حكم أجنبي منفردا، أو كان المفترض يعرض الأمر على الجمعية العمومية ويتم التصويت على حضور حكم أجنبي من عدمه؟ كل المرشحين الاثنين على هذه الطاولة مع الزميل تركي ذكروا بأنهم سيدعمون الحكم المحلي بقوة، كنا نتذكر للأسف أنه قبل تكليف الحكم الأجنبي بيوم أو البيان، كان الأستاذ أحمد عيد حاضر في ورشة الحكام ويكرم خليل الحكام الذين أبدعوا أمام مرأى العالم كلهم، وأمام دوره من أصعب الدورات وأعقدها نفسيا وإعلاميا وضغوط إعلامية، ونجح فيها الحكم السعودي، رغم أن الأخ خليل جلال كان يدخل تحت ضغط عالي من غير يعني مبدا عن الجميع، لأنه يعيش تجربة يمكن سابقة في الإمارات، ورغم ذلك نجح، وهذا أكبر دليل أن الحكم السعودي يستطيع أن يعيش أو يعمل في أجواء يعني إعلامية وأجواء ضغط. ويجب، وأنا أقولها، إذا الحكم السعودي لم يستطع النجاح في هذه الأجواء فلا يستاهل أن يصير حكم سعودي. إذا لم أنجح في هذه الأجواء فليس نجاحي في مباريات خلف الكواليس هو النجاح. أنا أؤكد أن هذه أول سقطات الاتحاد السعودي لكرة القدم تجاه التحكيم السعودي وليس على وجه العموم. سؤال، هل من حق أحمد عيد أنه يتبنى حضور الحكم الأجنبي من عدمه؟ لماذا لم يعرض الأمر على الجمعية العمومية؟ وأنا واثق فيه من 63 على الأقل أكثر من النصف محبين وداعمين للحكم السعودي، هذا ما أكدناه وما خفنا منه سابقا، أن عندما يحضر مواطن يرأس الاتحاد السعودي والأندية يرأسها أمراء لن يستطيع أن يجابهم، بتصريح من الأمير عبد الرحمن بن مساعد وتصريح آخر من الأمير فيصل بن تركي، لم يستطع أحمد عيد ولن يستطع مجابهة أي نادي، وأنا أؤكدها. لماذا وعدت يا أستاذ أحمد عيد بيوم أنه سوف ما يحكم النهائي حكم سعودي وصوتين فقط من الأندية أسقطت كل قناعاتك؟ إذا لم تستطع أن تتبنى مثل هذه الأفكار فمن الأولى تركها أو عرضها على الجمعية العمومية ويحترم القرار فيما بعد. جميل، حتى وإن كان الجميع يخدم المنظومة الرياضية، سواء إذا كان مثل رؤساء الأندية من أمر أو مثل رئيس الاتحاد كما ذكر، بكمل أنا معك، أنا معك عبد الله، مثل ما ذكر عبد الله، الجميع هنا في خدمة الرياضة، الجميع رياضيين، يجب أن يكون رئيس الاتحاد أقوى من أي جهة رياضية أخرى. خلينا نروح الفاصل ونعود لمواصلة الحديث. عبد الله القحطاني يكشف حقيقة عقوبات الحكام لإداري الأندية. أهلا بكم متابعينا الكرام، أهلا بمن انضم إلينا الآن. سريعا ننطلق إلى لقطات التحكيم وبعض القرارات التي اتخذت من الحكام، إما كأخطاء فنية وأخطاء إدارية، سأتواصل فيها مع محللنا التحكيمي الأستاذ عبد الله القحطاني، وأيضا سنستعين أيضا بعد ذلك بالرؤية التي تابعها زميلنا علي الزهراني. عبد الله، أتركك مع بداية اللقطات وانطلاقة هذه الجولة. قبل أدخل في اللقطات بس أذكر الرأي العام والجمهور والشارع الرياضي، مباراة الهلال والنصر الأخيرة، ركلتين جزاء للهلال لم تحتسب أثرت على نتيجة المباراة،
لم نسمع أي صوت للنادي، لم نسمع أي صوت للإعلاميين المرجفين وراء الأندية، لم نسمع ردة أي فعل من الكل. ليش؟ طبعا لأنه أجنبي شعره أشقر وعيونه خضر، ليس عبد الرحمن يصبغون العمري. يصبغون والله لو نصبغ قرنيت الأول ذاك ما حد يستفيد. وأذكر أنه المكافأة أو قيمة المبلغ 150,000 تراها تغطي 20 مباراة في دوري زين لكامل الطاقم السعودي اللي حكم بما فيهم المراقب الإداري ومراقب الحكام. 150,000 اللي تدفع تغطي تكاليف 20 مباراة في دوري زين، فهنيئا لكم بهزيمتكم من الحكم الأجنبي في ظل هذه الأخطاء، وعزائنا في الحكم السعودي أن ينتظر إلى الأمر الأخير. نبدأ معك اللقطات عبد الله. أول شيء مباراة الأهلي والاتحاد، اللقطة الأولى وهي سقوط للاعب الاتحاد داخل منطقة جزاء الأهلي، وهو سقوط وتنافس عادي وعادل ولا يوجد أي خطأ، وقرار الحكم باستمرار اللاعب قرار صحيح، لا يوجد أي خطأ، تنافس وتلاحم جسدي واندفاع بدني عادي. اللقطة اللي بعد كذا مهاجمة بتهور من قبل لاعب الأهلي للاعب الاتحاد على حدود منطقة الجزاء وبالتحديد خارج منطقة الجزاء، وإنذار للتهور واحتساب ركلة حرة مباشرة كان هو القرار الصحيح، ولكن يجب على اللاعبين الحذر في مثل هذه الحالات. لو كان الاندفاع الجسدي من مسافة أبعد والقدم من يعني متجهة من مسافة أبعد قد يرتقي العقوبة إلى الطرد. ابتسامة مرعي في مثل هاللقطة مطلوبة. تهدئة الحمد لله، يعني هذا مثال، يعني أنه حتى مباراة اتحاد وأهلي من الأصعب بكثير من أجواء الهلال والنصر بكثير، وأمام 28,000 متفرج أمس وتطلع مباراة بهالشكل، هذا رد على من يريد أن يحمي الحكم السعودي. لا نريد حمايتكم بهالشكل، نريد أن نعمل تحت أجواء وضغوطات، وإذا لم ننجح فعلينا أن نغادر مع الباب الكبير. كلام جميل. اللقطة اللي بعدها، اللقطة اللي بعد كذا حالة تسلل تم رصدها من قبل المساعد الأول، وهي حالة دقيقة وصحيحة من المساعد الأول بدر الشمراني، وإن شاء الله تكون عودة موفقة له بعد زوال إصابته، وقراره صحيح باحتساب ركلة حرة غير مباشرة بداعي التسلل، وهو قرار صحيح، ونلاحظ التقدم الطفيف للاعب الأهلي ووقوعه في موقع التسلل، قرار صحيح من المساعد الأول. الحالة اللي بعد كذا، الحالة اللي بعد كذا حالة تسلل من المساعد الثاني محمد العبكري، وهي أيضا حالة جيدة من المساعد الثاني وتم رصدها من قبل المساعد الثاني، وهي حالة تسلل نجح أيضا المساعد، ونلاحظ التريث من المساعد في الإعلان عن التسلل لاحتمال أن اللاعب الآخر قد يلحق بالكرة، وهو تصرف جيد من المساعد الثاني محمد العبكري، ولكن القرار في الأخير باحتساب التسلل هو قرار صحيح. الحالة اللي بعد كذا، هذه الحالة أخذت من الجدل الكثير ومن يعني التخمينات الكثير بالقرار. القرار في هذه المباراة هو القرار الصحيح باحتساب ركلة حرة مباشرة وإنذار اللاعب للتهور، ولا يستدعي الحالة أكثر من كذا. هي حالة تهور، وهو تهور حتى في أولى مراحله، ولكن الكل تعاطف مع ردة فعل اللاعب الذي ارتكب عليه الخطأ، ولكن قرار الحكم ومحصلته النهائية في الإعادة هنا هذه، نعم هذه اللقطة تشرحها. نعم، لم يرتكب لاعب الأهلي العنف الذي يتوقعون أو أخذوا الناس ردود الفعل عليه، ولكن الكل تعاطف مع ردة فعل اللاعب أكثر من الفعل نفسه. كل هذه الأشياء التي قام بها لاعب الاتحاد لا تؤدي إلى أن اللعبة ارتكبت بعنف، ولكنها لعبة تهور في حتى في بدايات التهور وليس من المراحل المتقدمة، وقرار الحكم صحيح بركلة حرة مباشرة وإنذار. على فكرة هالقرار كنا نتناقش فيه مع الزميل عبد الله قبل البرنامج، عشان ما يقول واحد انه لانكم تحمستوا في الدفاع عن الحكم السعودي. لا لا صار هو القرارات ثابتة اساسا ما تتغير في المباراة. ناخذ معك اللقطة اللي بعدها عبد الله. الحالة اللي بعد كذا حالة تسلل دقيقة جدا وليست دقيقة، نلاحظ التقدم البسيط للاعب الاتحاد
عن خط منتصف الملعب، وهذه من الحالات المحرجة رغم وجود خط المنتصف، لأن اللاعب صحيح. يحتمل أن ينطلق من مكان صحيح، لأن نلاحظ في الإعادة نصف جسم، نعم نلاحظ التقدم البسيط بيطلع في الجرافيك، يعني تقدم بسيط وقرار دقيق وجيد من الحكم المساعد الثاني محمد العبكري، وينم عن تركيز عالي ووقوف مع ثاني آخر منافس أو حتى وقوف في منتصف الملعب بشكل صحيح، وهو قرار جدا رائع. جميل. باقي لقطات في هالمباراة؟ والله تقريبا نعم. نشوف اللقطة اللي بعدها. اللقطة اللي بعد كذا أيضا حالة تسلل دقيقة تم رصدها من قبل المساعد الأول، ونلاحظ أن قدم فقط لاعب الأهلي هي من تقدمت على مدافع الاتحاد، وأعلن المساعد الأول بدر الشمراني عن حالة تسلل أيضا دقيقة في هذه المباراة، وكان هذا تركيز عالي. نلاحظ أن قدم فقط لاعب الأهلي، لو كانت قدم لاعب الأهلي متجهة إلى الداخل قد ينتفي التسلل، ولكن القدم كانت متجهة إلى الخارج فصارت أقرب إلى خط مرمى المنافس، وهي حالة دقيقة قد لا ترصد في بعض الأحيان إلا بالكاميرات. جميل. نشوف اللي بعد كده. بعدها هذه بالنسبة لقرارات التحكيمية معك. هذه حالة فيها دقة كثير لم يتم رصدها من قبل حكم الساحة، لاعب الأهلي ركل الكرة باتجاه المرمى، ولكن تم مهاجمته بتهور من لاعب الاتحاد، كان يتوجب على حكم المباراة العودة إلى الخطأ وإنذار لاعب الاتحاد للمهاجمة بتهور واحتساب ركلة حرة مباشرة لصالح الأهلي وليس الاكتفاء بركلة المرمى. فيها قرار إداري أيضا؟ نعم، مهاجمة بتهور، نلاحظ أن القدم صفراء نعم نعم صفراء لأنها اتجهت إلى القدم مباشرة، وهذا من الحالات التي يعني تحتسب على أنها حالات تهور، مهاجمة بتهور. جميل. نذهب أيضا إلى اللقطة التي المباراة اللي بعد كده، مباراة الفتح والتعاون، نلاحظ الحالة الأولى أعلن الحكم عن ركلة جزاء لصالح التعاون، نلاحظ هذه الحالة مركبة، الجزء الأول منها كان يتوجب على حكم المباراة احتساب خطأ للاعب الفتح، والحالة الثانية قام هنا فيها خطأ، هذا المفترض الحكم يوقف اللعب ويعلن عن خطأ لصالح مدافع الفتح، الحكم ترك اللعب مستمر، قام لاعب الفتح بعرقلة مهاجم التعاون واحتسب الحكم ركلة جزاء هي في شكلها الأخير صحيح، ولكن كان يتوجب عليه في البداية احتساب ركلة حرة مباشرة لصالح التعاون وليس السماح باستمرار لصالح الفتح وليس السماح باستمرار اللعب. نلاحظ مكاتفة غير عادلة بهالشكل، أسقطت اللاعب ومن ثم ارتكب لاعب الفتح خطأ واحتسب بموجبها الحكم ركلة جزاء هي في شكلها الأخير صحيحة، ولكن كان يتوجب احتساب الخطأ الذي سبق ذلك. شوف اللقطة الثانية، اللقطة اللي بعد كذا الحكم احتسب ركلة جزاء أيضا دقيقة لصالح الفتح، وهي عبارة عن الدفع بإهمال من قبل لاعب التعاون للاعب الفتح، نلاحظ دفع بإهمال داخل منطقة الجزاء والسقوط كان في الخارج، ولكن الدفع بدأ من الداخل وركلة جزاء صحيحة تم تقديرها من قبل حكم المباراة، وهي ركلة جزاء لصالح الفتح، قرار صحيح. جميل. نشوف اللقطة اللي الحالة اللي بعد كذا من مباراة نجران، نلاحظ الهدف نجران كيف سجل، أيضا تركيز عالي من المساعد الأول يحيى آل تمام، نلاحظ الكرة عندما عادت إلى اللاعب المتسلل ولكنه لم يتداخل في اللعب، ترك زميله وقام بتسجيل هدف من وضعية صحيحة، وهو تركيز عالي وفهم لموضوع التسلل وتريث جيد من المساعد الأول يحيى آل تمام، وهدف صحيح. جميل. هذا بالنسبة مباراة نجران والوحدة. جميل. نشوف الحالة اللي بعد كذا، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الوحدة، وكان يتوجب على حكم المباراة في هذه اللحظة أن يعلن عن ركلة حرة غير مباشرة وينذر لاعب الوحدة للتحايل، لأنه هو من قام بإسقاط نفسه، وبعد نلاحظ أن لاعب الوحدة هو من اتجه إلى حارس نجران، وكان يتوجب على حكم المباراة إيقاف اللعب واحتساب ركلة حرة غير مباشرة وإنذار لاعب الوحدة للتحايل وليس الإعلان عن ركلة جزاء. نلاحظ اللقطة الخلفية للتأكيد، أعطونا اللقطة المقربة الأكثر، نلاحظ شروع في السقوط قبل الوصول، نعم، واتجه للاصطدام، نلاحظ أنه هو من اتجه إلى لاعب نجران، ولاعب نجران لم يرتكب، نلاحظ إلى الآن لم يرتكب مخالفة، نلاحظ أين وضع قدمه، قام بوضع قدمه في
يدين وصدر لاعب نجران لإيهام الحكم أنه ارتكب عليه خطأ، ووقع الحكم في سوء تقدير في هذه الحالة وركلة جزاء غير صحيحة من حكم المباراة لصالح الوحدة جب. وكان يتوجب احتساب ركلة حرة غير مباشرة وإنذار. برجع لللقطات المتبقية، بس خلينا نروح إلى وقفة أخيرة نعود بعدها لمتابعة ما تبقى من برنامج كورة. عبد الله القحطاني يكشف حقيقة عقوبات الحكام لإداري الأندية. أهلا بكم متابعينا الكرام مجددا، وبمن انضم إلينا الآن متابعينا عبر شاشة روتانا خليجية وأيضا عبر روتانا اف ام. أكرر أكمل معك اللقطات المتبقية سريعا عبد الله. ماشي، شوف اللقطات اللي بعد كذا. ركلة جزاء تم احتسابها لمصلحة نادي الشباب، وهي ركلة جزاء صحيحة للمس الكرة متعمدا من قبل لاعب الرائد، وهي ركلة جزاء صحيحة. تحرك اليد من الجسم، اليد الداخلية عادة. لو كانت اليد الأولى ممكن نقول فيها من الصعوبة، ولكن اليد الداخلية هي من قطعت الكرة وهذه من إيحاءات التعمد. جميل، نشوف اللقطة اللي بعدها في نفس المباراة. في نفس المباراة هدف الشباب الأول سجل من حالة دقيقة لا يوجد فيها تسلل، نجح فيها المساعد الأول إذا لم تخن الذاكرة الأخ فهد العمري، وهو قرار صحيح. نلاحظ دقة الحالة أثناء التمرير، فقط قدم لاعب الرائد هي من يغطي لاعب الشباب، وتم السماح باستمرار اللعب وهو قرار صحيح باحتساب الهدف ولا يوجد أي حالة تسلل. جميل، هذا بالنسبة لهدف الشباب، إذا هدف صحيح. وهناك ركلة جزاء لم تحتسب للشباب. لا، احتسبت. احتسبت ركلة الجزاء، فيها ركلة جزاء صحيحة. نعم صحيح. بالنسبة للشباب اللي تسجل. اللي بعد كده. هذه أيضا حالة تسلل دقيقة من قبل المساعد الثاني اللي هو زياد المنصور، مباراة الفيصلي والاتفاق، وهي حالة تسلل دقيقة، والجزء المتقدم هو جزء بسيط من اللاعب. نلاحظ انحناء قدم اللاعب هي من أوقعته في موقف التسلل، وهي حالات للأمانة حالات دقيقة جدا جدا، نجح فيها الحكم زياد المنصور باحتسابها حالة تسلل. شوف الحالة اللي بعد كذا، هذه واضحة. نشوف الحالة اللي بعد هذه اللقطة، نشوف الحالة اللي بعد كذا. تم احتساب هدف لصالح الفيصلي، ونلاحظ دقة الحالة هذه لمقارنتها بحالة أخرى. نلاحظ أن مهاجم الفيصلي لم يحجب الرؤية في هذه الحالة عن الحارس، لأن الكرة اتجهت إلى الجهة المخالفة من الحارس، وسماح الحكم باستمرار اللعب اللي هو المساعد الثاني زياد المنصور قرار صحيح باحتساب الهدف لعدم تأثير المهاجم على الحارس، لأن الكرة اتجهت في الجهة المعاكسة وليس في اتجاه الحارس. الحالة اللي بعد كذا، شوف الحالة هذه حالة إلغاء هدف. نلاحظ كيف اختلف الحال تماما، أن لاعب الفيصلي منع لاعب حارس الاتفاق من الاتجاه للكرة، وهي من حالات الذي يسمى تداخل مع منافس. نلاحظ أنه أثناء اللعب أن حارس الاتفاق كان ينوي أو يتجه إلى قطع الكرة، ولكن وجود لاعب الفيصلي متسلل في هذا المكان حرمه من إمكانية صد الكرة، وهذه ما يفرق عن الحالة الأولى، وقرار صحيح من المساعد الثاني زياد المنصور باحتساب التسلل قرار صحيح. هذه بالنسبة لي أيضا. نلاحظ هذه أنا سميتها كليب قصة اعتراض للإداريين. للأسف المادة 5 من قانون كرة القدم، بالتحديد في الفقرة 14 وبالتحديد في الصفحة 28، أن الإداريين يخضعون لسلطة الحكم، وإذا لم يمتثلوا لذلك فعلى الحكم أن يستبعدهم خارج الملعب. للأسف نلاحظ من الدقيقة 5 إلى الدقيقة 78 وهناك أكثر من حالة اعتراض لإداري الفيصلي، وللأسف الحكم الرابع وحكم الساحة اكتفوا فقط بالتهدية. نلاحظ هذه البداية، هذه اللقطة اللي بعد كذا، نلاحظ الأوقات كيف تختلف. بعد كذا لقطة، هذه اللقطة الثانية فيها، هذه الثالثة الآن فيها أكثر من، نعم نلاحظ اللقطة اللي بعد كذا. نمشي نشوف اللقطة بس مشي في نفس، وهذه أيضا حالة تهدئة للأطقم الإدارية والفنية. ونلاحظ أيضا حالة أخرى اللي بعدها، نشوفها سريعا بس اللقطة اللي بعدها بالنسبة مواصل. لا زال
الاعتراضات قائمة والاحتجاجات من قبل الإداريين، والمفروض أن يتخذ الإداري ينبه في المرة الأولى، ينذر في المرة الثانية، ويسجل في الإسكور شيت أنه تم إنذاره. هذه للأسف في المحصلة النهائية الحكم اكتفها بالتنبيه. هذه تصرف غير جيد، لا من حكم الرابع ولا من حكم المباراة أن ينبه بعد الحالة السابعة من الاعتراض، وهذه التي أظهرتها فقط الكاميرا. أنا أتمنى من حكام الروابع أن يمارسوا دورهم وسلطتهم مع حكم الساحة بشكل صحيح للقضاء على هذه الاعتراضات. تفوق جميل في هذه الجولة لحكام المساعدين. جدا للحكام المساعدين جدا واضح تفوقهم في حالات. نعم، نجاح المساعد كان عالي في هذه الجولة. كم باقي معنا بس من الوقت؟ نأخذ عناوين الصحف اليوم الغد وما برز فيها من مانشيتات عريضة. في صحيفة الوطن: ملاسنة بين برودوم والشمراني بسبب جزائية. الديربي يخفف الضغط على كانيدا. البحري: الاتفاقيون لم يغيروا طبعهم. الرياضي: المطرفي، علي داود مكابر. وفي الاقتصادية: بريدة، القرار واحد. وفي المدينة: التعاونيون يبحثون عن بديل لجوكيكا. أيضا: تعادل الوحدة يشعل النيران في نجران. وفي الرياضة السعودية: نجم الهلال الذهبي يعلنها، الهلال مظلوم لكنه أقوى من البكاء. والاتحاد السعودي يعلق مصير المدلج باستمارة السركان. محمد نور مطلوب في السودان. أخيرا في البلاد: الأولمبية السعودية تفعل برنامج تطوير المدربين الوطنيين وتبتعثهم لأمريكا. حطين يتصدر دوري ركاوة القادسية وصيفا. سريعا بس اخوي علي، القرارات التحكيمية شغلتنا عنك شوي، لكن في اقل من دقيقة العناوين اللي شاهدتها وش الابرز فيها؟ والله طبعا اعتقد يمكن احترام محمد نور ان يكون في هذا يعني في هذه المرحله الاخيره من عمره ان يكون محترف في السودان في الدوري السوداني، فهذه طبعا يمكن ملفت للنظر وخبر طبعا يعني غريب جدا. لكن خليني في عجاله بسيطه، يعني اتفق مع جميل عبد الله في 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 الجوله الماضيه ان المتميزين فيها مساعدين الحكام بصراحه، ولكن يمكن تحدثنا عن الحكام، انا بس في يعني عباره بسيطه انا اقول هذا الكلام صوره مع التحيه للكابتن احمد عيد، انه الموظف اذا كان اقوى من المدير يضيع العمل، فبالتالي اذا كانت سطوه الانديه وقوتها على الاتحاد السعودي بهذه الطريقه فعلى رياضتنا السلام. ما ودنا بهالشيء، ما ودنا بهالشيء يا علي. خلينا نشوف ضيوف محمد. احنا ذاك الذي يتمنى النجاح للرياضة السعودية، كلنا نتكلم في يعني بحس المواطن الغير على الرياضة بصراحة، لكن ما يحدث الآن يؤكد على انه ما هناك متغير. سمعنا في الترشيحات انه هناك أجندة عمل وهناك توصيات وإلى آخره، الآن هذه اول سقطة تحدث للاتحاد. انا شخصيا اكثر من ناضل ودعم وساند احمد عيد في حملته الانتخابية من خلال المقالات ومن خلال برامج ومن خلال أيضا تغريداتي في تويتر، ولكن طالما العملية معنية بالحكم السعودي فأنا الآن في صف الحكم السعودي، لأن الحكم السعودي هو كادر وطني وأنا بالتالي متعاطف وبقوة مع أي كادر وطني ناجح. احنا ما بنستعجل، فقط أذكر بكلمة الزميل تركي العجمة في حينما استضاف أحمد عيد وخالد العمر، والمعني الآن هو الأستاذ أحمد عيد، حينما قال: قبل أن يبدأ في أي نقطة سأحاسبك يوما ما على هذه الطاولة مرة أخرى. لذلك الآن لم يكمل الكثير من الأيام
بيكون له وقت ثم سيعود للجلوس أمام تركي للمساءلة. نشاهد ضيوف الغد. ضيف حلقة الغد نايف العنزي الناقد والمحلل الفني لبرنامج كورة، وأيضا فيصل الشوشان نائب رئيس القسم الرياضي بصحيفة اليوم. هذا ما كان لدينا في حلقة هذا المساء. شكرا للكاتب والناقد الرياضي الزميل علي الزهراني هناك من جدة، شكرا لك أخوي علي. شكرا أخوي محمد، شكرا للكابتن عبد الله، وشكرا للمشاهدين الكرام. شكرا لك أيضا المحلل التحكيمي لبرنامج كورة عبد الله القحطاني، شكرا جزيلا لتواجدك هذا المساء. مشكورين، ونعتذر إذا شدينا بالرأي على أي جهة معينة أو أشخاص. وصراحة سعدني الأخ علي اليوم صراحة بحضوري معه كضيف، وبالآراء اللي صراحة طرحها عن قرب، رغم قناعتي في آراء تجاه التحكيم من خلال ما أقرأ وهو متابع عن الأخ علي. سعيدين بكل ما يطرح منكما على طاولة برنامج كورة. شكر لكم متابعينا الكرام عبر روتانا خليجية ومستمعينا عبر روتانا FM. غدا في 11:30 لنا موعد آخر لمناقشة الكثير من القضايا، ونتمنى ألا تقل حلقة الغد إثارة عما دار في حلقة اليوم. دمتم في رعاية الله. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side.